السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إن شاء الله تعالى زاري صفات عباد الرحمن ثلاثة لتنيا ونطبنا يلن إما جرشان طبعشنا مسونا ميهونو بألا فكات عباد الرحمن يا الرحمن باريو تشكو يأمرونه يزالو بالمعروف بملكام يزالو وينهونه يكلكلالو عن المنكر كمطفونا قردمو يكلكلالو إهن نمسي عدر قردمو بالحكمة بتببنا والموعدة الحسنة تقرب هنا تقساز كونو إهن نميفت سموت بملكام مازز كمطفو مكلكل اسلمنا كقوم باتشو مسرتو تشوستنو مكنياتهم نبي صلى الله عليه وسلم من بلو على تعلق واستماريتشن بالله من قد ليك أتعلو سووتشنا أمي أمسو سووتش مساليه جوالو استحمو على السفينة يالو مركب لي اتعطة تعطلو كلاينا كتاج اند تكمتو نوالو كتاج يالو طول جيزي وها مدد تعطسيف اللقو كلاي يالو تن ألفو يهيدونا وها تألفو تمن لسو يقبالو مركب سنك كفلالات كتاجنا كلاي اللا ترل بزي مسالي مسارت نبي يومنا لو صلى الله عليه وسلم كسر يالوت وها سيف اللقو من يدر قالو كلاي يالوتن ألفو يهيدونا وها تشونيزو تمن لسو يقبالو كزامنا لو كتاج يالوت لمن دنو كمركبوا يراساتشن درشا بسا أدرغن إلا يالوتن كم الناس شجراتشو أزا كم الناس من النادر قالو مركبوان كزي بسا أرغن وهاتشنن لمن كزيوها النوص دمالو كزا نبي صلى الله عليه وسلم منالو كلا يالو تالو أنما ناتشو نسو يا مسلم مريوش الله كتي ستاتشو بالله دين لاي كتا درغاتشو سووش زم كالو أتشو ألو زم كالو أتشو من يهونالو تيايزو يسات مالو يتفالو مركب كسروا كتبساج عندو بوتا لاي كتبساج وهاي قبابتال كزامن تونالج وهو من يدرغاتال يا سمتاتال وإن أخذوا أيديه مالو إجوتشاتشون كيازواتشو جنالو إنما أطفيوتشو أطفي جمي يازو بمن دنو أكم كالة ونجل ندايسارة تسكومو عالة بألا هج مالتنا أكم كالي الله دمو من تادرغالة تزالة بملاسة إهن نقرقو الله كالكلو تالبلا كزامن ألو الله ملك تنيا نجو ونجو جميعا نتس أيو تالو تيايزو كهولو نتس أيو تالو سلزي إهنو باند مهبرة سبوست وانجل سين سرافة زم مالتنا وطلق قدم يامتاو إيه بملكا مازز كمطفو مكلكا ليتبالو قدي بني إسرائيلو تشن بهولت نبيات أندبت يسرق ما تشو نبار لو إن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم يسرائيل لجو تشكو بهولت نبيات أندبت ترقمو بماننا بمان على لسان داود بنبي الله داودنا وعيسى بن مريم يا مريم اللي جبهونا وعيسى عند بتمكو ترقمو بمن مكنيات راسات شو نبي صلى الله عليه وسلم منال كبني إسرائيل وتشستالو أوقات يتسد وتسوتش سوتش وانجل سيسرو يعوات شوال عند كني مكروات شوال النسو كونجلات شو إن دال تملسو إياوكو من يدر قالو بمي كتلو أبرو كوش بلو كان نسو غيبا لالو سلزي كزي من النزال أطفيوش أن مكرات شوال أمبي كالو ودال الله حق ما يملسو كهونا كان يامي تبك أو من دنو كان نسو غار أبلو مبلات أبرو مدتات أمان نووي من أمالت عدل اللهم بامت سوتلك لألاح سن التكوتتن كزامن قد من مدرك مراك مكنياتو مدرات شلي إيه ولو فتنا يبزو بمن يتنسانو بوانجل الله منالة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس حاكما ومحكومين ظهر الفساد فسادكو تسفافة في البر مالت بمدر لي والبحر مالت ببهر لي بما كسبت يسو لجوج باس قدموت أيديهم الجوجاتشو باس قدمتشو وانجل يتنساكو يسو لجوج من لا يودكو يسو لجوج الجوجاتشو باس قدموت وانجل يتنسا بمدرم لي ببهرم لي من بزا فسار تسراج زاري تسمال انت اللي يالو بردوكو كالة تيلو هال راساتشو تمرا ماريوچو عصابت أم كزي بهر لي إننا جينا ببرا
እነዚህ አሳዎች እኮ ጠፉ። እንግዲህ አሳ በየቀኑ በጣም ብዙ ነው የሚራቡት። ከመሆኑ ጋር ለዚህ ለደካማ የሰው ልጅ ምን መሆን እስኪያቀተው ድረስ የሚበቃው ምግብ ማግኘት እስኪያቀተው ድረስ። ስለዚህ ባህሩ በምን ተበላሸ? እኛ በሰራ ነው ወንጀል ምድር ላይ ተቀምጠን። ድሮም ዝናብ ይዘንብ ነበር አይደል? ያሁኑ ዝናብ ምን ያደርጋል? ሲመጣ ጎርፍ ይሆንና ህዝብ ያፈናቅላል። ጎርፍ ይሆንና ምን ይሆናል? የበቀለውን እህል ያበላሸዋል። በምን የተነሳ? ቢማ ከሰበት አይዲናስ፣ የሰው ልጆች በእጆቻቸው ባስቀደሙት ወንጀል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ይመልሰን። ሊዳ ለዚህም ሲባል ከአማኞች ላይ ግዴታ የተደረገባቸው ምንድን ነው? የአላህ ድንበር ሲታመጽ ሶስት ደረጃዎች ተቀምጠዋል። አቅማቸው ከቻለ በእጃቸው ያስቆማሉ ወንጀልን። አቅማቸው ካልቻለ በምላሳቸው ይናገራሉ። አቅማቸው ካልቻለ በምላሳቸው መናገር ማይችሉበት ደረጃ ላይ ከደረሱ ምን ያደርጋሉ? በቀልባቸው ይጠሉታል። ከዛ እዛ ቦታ ላይ ግን ወንጀሉ የሚሰራበት ቦታ ምን አይሆኑም? አብረው አይሆኑም። ተነስተው ምዝዝ ብለው ከዛች ቦታ ይሄዳሉ። ወዛሊከ አድአፉ ልኢማን፣ ይህም እኮ ደካማው የእምነት ክፍል ነው። አሁን አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ አኒል ሙንከር ለሁለት ይከፈላል። እንተቢሁ፣ መሪዎች ሲሆኑ በአደባባይ አይመከሩም። ይሄ ለመሪዎች ልዩ የሆነ ጉቦ በመስጠት አይደለም እስልምና ይሄን ያደረገላቸው። መሪም በአደባባይ እመክረዋለሁ ካልክ ምን ታመጣለህ? የባሰ መፍሰዳር፣ የባሰ ጥፋት ታመጣለህ። ለምን? መሪዎች በብዛት ስልጣን አላቸው የላቸው? በመሳሪያቸው ሰው ይጨፈጭፋሉ። እሺ ታዲያ በሸሪአ መሪዎች ጥፋት ሲያጠፉ እያየን ዝም ልንል ነው ወይ ይላሉ ሰዎች። ዝም በሉ አልተባለም። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ከጅሃድ ሁሉ በላጩ አምባገነን መሪ ፊት፣ አምባገነን መሪ ምን ፊት፣ ፊት ለፊቱ ካገኘኸው ለሱ ኢኽላሰ ሊላህ ለብቻው ካገኘኸው ምን ታደርጋለህ? አንተ መሪ ሆይ አላህን ፍራ፣ እኛ ሙስሊሞች እኮ በአንተ ስር ስንተዳደር የአላህን ህግ የበላይ ታደርጋለህ ብለን ነው። በዚህ በወለድ ጉዳይ ላይ፣ ይሄ ሴትና ወንድ በመደባለቅ ጉዳይ ላይ፣ በእንዲና በእንዲህ በመሰሉት ጉዳዮች ላይ እኮ ከሸሪአ ጋር የሚጋጭ ነገር እኮ ፈጽመሃል። ካልተቀበለህስ ይህን ብለህ መክረኸው አንተ ግዴታህን ተወጥተሃል፣ ግዴታህን ተወጥተሃል። ለዛም ነው ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ምን አሉት? ከጅሃድ ሁሉ በላጩ አምባገነን ኃይለኛ የሆነ መሪ ፊት ለፊት ስታገኘው ሐቋን መናገር ነው። ፊት ለፊት ካላገኘኸውስ ታዛህል? ሲጀምር ሸርጡ ተሟልቷል አልተሟላም? ሸርጡ ባልተሟላበት ጉዳይ ደግሞ ተግባሩን መፈጸም ይቻላል? አይቻልም። ፉደይል ኢብን ኢያድ ረሂመሁላህ ምን ይላሉ? አላህ ዘንድ አንዲት ተቀባይነት ያላት ዱዓ ብትኖረኝ ለመሪዬ ያደርጋት ነበር አሉ። ለነፍሴ ሳይሆን ለመሪዬ ያደርጋት ነበር፣ ምክንያቱም የእሱ መስተካከል የስንቶች መስተካከል ነውና። ስለዚህ መሪዎችን በተመለከተ ምን አይደረግም? ጥፋት ሲያጠፉ ለምሳሌ ወለድን ፈቀዱን በል፣ ዝም ብሎ በጥቅል ያ አዩሀ ለዚነ አመኑ ወዘሩ ማ በቂየ ሚን ሪባ፣ ከወለድ ከዚህ በፊት የነበረውን ተዉ የሚለውን አንቀጾቹ በጥቅል ነው የሚነገሩት። ግልጽ ነው አደለ? ኢስላም ምን ስላለ? በቀጥታ መሪ አይመከርም ስላለ። አለማችን ላይ ግን ዛሬ ሰዎች ጀግና ጀግና የሚሰራራቸው ምን ሲያደርጉ ነው? ወይም ብዙ ተከታይ የሚያገኙት ምን ሲሆኑ ነው? ሚንበር ላይ ወጥተው የዚህ ሀገር መሪ እንዲያረገ ምናምን ሲሉ ሰው ሁሉ በጣም ያጅባቸዋል። ይሄ ትክክለኛ መንገድ አይደለም፣ ኢስላም ስለከለከለው ማለት ነው። ስለዚህ ለመሪዎቻችን ምን እናደርጋለን? ዱዓ እናደርጋለን፣ የትም ቦታ ያሉ መሪዎችን አላህ እንዲያስተካክላቸው። ምክንያቱም በመንግስታት በኩል ከመጣ ምን ማንኛውም ህግ እነሱ ካላቸው ጉልበት አኳያ ለማስፈጸም ቀላል ነው አይደል የሚሆነው ጥፋትን። እነሱ ከተስተካከሉስ፣ በተለይ ጥሩ አማካሪ ካላቸውስ ነገሮችም የዛው ልክ ይስተካከላሉ። ፊርአውንን ለዚህ ጥፋት ከዳረጉት ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? ሃማን የተባለው የእሱ የተረጋማ አማካሪው ነው። በመጥፎ ነገር ነበር የሚያዘው። ገብቷቸዋል አይደል? ስለዚህ አምር ቢል ማዕሩፍ ነሂ አኒል ሙንከር፣ በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል። መሪዎች የሚሰሩት ጥፋት ከሆነ ሸሪአ እንዳለው እኛ አይደለንም ያልነው፣ ከጀርባ አላህ ያስተካክለው ትላለህ። ከዛ ውጭ ግን በየመንደሩ በየቤቱ ስለ ሙስሊም መሪዎች መጥፎነት ከተወራ ከዛ ምን ይሆናል? ህዝቡ በእነሱ ላይ ይሸፍታል? አይሸፍትም? ይሸፍታል። ከዛ ምን ይመጣል?
ይሄን መንግስት ለምን አናወርደውም የሚባል ጥያቄ ይመጣል። ከዛ ዝም ብሎ መንግስታት ይወርዱልሃል? ስንትና ስንት ሴቶች ተደፍረው የስንትና ስንት ሙስሊሞች ደም ፈሶ ከዛስ የተሻለ ይመጣል? ጥያቄዋችን ናት የተሻለ ይመጣል? አይመጣም። ለዚህ ማስረጃችን አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ተጠየቁ። ገሌ ገሌ የተባለው መሪ በጣም አስቸገረን ተባሉ። በሳቸው ዘመን አምጸንበት እንውጣው ሲባሉ አምጻችሁት አትውጡ፣ እኔ ከነብያችሁ የሰማሁትን ንግግር ነው መነግራችሁ፣ ለወደፊቱ የባሰ እንጂ የተሻለ አይመጣም ብለዋል ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ የስንት ሰው ደም ፈሶ አሁንም ለውጥ የሌለው መሪ የሚመጣ ከሆነ መጀመሪያው ነው ለምን የሰዎች ደም ይፈሳል? በብዛት ግን ብዙ ጥፋት እየታየ ያለው በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል በሚል ስም ወደ መሪዎች ያቅጣጨ ነገር ይመጣል። ከዛስ በኋላ ምን ይፈጠራል? መሪዎቹ ደግሞ አጸፋውን ይመልሳሉ። ምን በማድረግ? በመግደል ማለት ነው። ከመሪ ውጭ ያለ ከሆነ በአደባባይ ይዞ የመጣውን ጥፋት እገሌ የሰራው እንዲህ ነው ከቁርአን ከሐዲት ዋና ሊታሰብበት የሚገባው ግን ምንድን ነው? በሁሉ ጉዳይ ላይ ኢኽላስ ሊኖረን ይገባል። ላላህ ስንል መፈጸም ይጠበቅብናል። ስለዚህ እዚህ ኪታብ ላይ መጨረሻው ነጥብ ምንድን ነው? በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል እኮ የአራህማን ባሪያዎች ከሚገለጹበት ውድ ባህሪ ውስጥ ነው። ቃል አላሁ ተዓላ ከፍ ያለው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ፣ ኩንቱም እናንተ እኮ ኸይረ ኡመቲን ምርጥ ህዝቦች እኮ ናችሁ አለ። በምን የተነሳ ኡኽርጀት ሊናስ ከሰዎች ሁሉ ከወጡት እንደ ህዝብ የሙሳ ህዝብ የዒሳ ህዝብ እየተባለ ህዝብ አለ አይደል? አላህ ይሄንን ህዝብ ልክ እንደ ነቢዩ ሁሉ መረጠው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያት ሁሉ ምርጥ ናቸው አይደሉም? እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ የእሳቸው ተከታዮችም አብረው ተመርጠዋል። አላህ ምን አለ? ኩንቱም እናንተ እኮ ናችሁ ኸይረ ኡማ ከህዝቦች ሁሉ እኮ በላጮቹ ህዝቦች ማለት እናንተ ናችሁ አለ። ኡኽሪጀት ሊናስ ለሰዎች ከተቀሰቀሱ ህዝቦች ውስጥ እኮ እናንተ ናችሁ በላጭ ህዝቦች አለ። ምን በማድረጋችሁ ሰበብ? ተአምሩነ ታዛላችሁ፣ ቢልማዕሩፍ በመልካም እንስገድ፣ እንጹም፣ አላህን እንፍራ፣ ዝምድና እንቀጥል ትላላችሁ እርስ በእርስ እንጂ እንደ በኒ እስራኤሎች ምን አትሉም? እነሱ በመልካም ከማዘዝ በመጥፎ መከልከል ይልቅ ነገሩን ገለበጡት። መናፍቃንም ልክ እንደዚሁ በመልካም ወይም ከመልካም ይከለክላሉ፣ በመጥፎ ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ያዛሉ። አላህ ከኒፋቅ ይጠብቀን። ተአምሩነ ታዛላችሁ፣ ቢልማዕሩፍ በመልካም ወተንሃውነ ትከለክላላችሁ፣ አኒል ሙንከር ከመጥፎም ደግሞ ትከለክላላችሁ። ከሌሎች ህዝቦች የተለያችሁ ህዝቦች እንድትሆኑ ያደረጋችሁ ባህሪው እኮ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ማስረጃ ወቃለ ተዓላ ከፍ ያለው አላሁ ስብሓነ ወተዓላ እንዲህ አለ፣ ወልሙእሚኑን ወንድ አማኞች፣ ወልሙእሚናት ሴት አማኞች፣ ባዕድሁም አውልያኡ ባዕድ ከፊሉ እኮ የከፊሉ ረዳት ነው። ውሰዱ ባልና ሚስትን፣ ባል ሚስቱን ይሄን ስሪ፣ ይሄን አትስሪ ይላል አይልም? ሴትም አማኝ ከሆነች ባሏን፣ አረ ተነስና ድፍን ሌሊቱ እኮ ነጋብህ፣ አረ ወደ ቂርአት ቦታ ሂድ፣ አረ እንደዚህ አድርግ፣ ከተዘናጋባት ደግሞ አረ ይሄን ነገር ተው ይባባላሉ። ስለዚህ ወልሙእሚኑነ ወንድ አማኞች፣ ወልሙእሚናቱ ሴት አማኞች እኮ ባዕዱሁም ከፊሉ አውልያኡ ማለት ረዳት እኮ ነው። ባዕድ የከፊሉ ረዳት ነው። የሚረዳዱት ግን በምንድን ነው? በገንዘብ ነው? አይደለም። ገንዘብ ሁለተኛ ነገር ነው። ቁጥር አንዱ ምንድን ነው? በዲን ጉዳይ ነው። ምን በማድረግ ያእሙሩነ ይተዛዘዛሉ እርስ በእርስ፣ ቢልማዕሩፍ በመልካም አንዱ አንዱን ያዘዋል፣ ወይን ሀውነ ይከለክላሉ፣ አኒል ሙንከር ከመጥፎ ነገር ደግሞ አንዱ አንዱን ይከለክለዋል። ወዩቂሙነ ሰላት ስግደትንም ደግሞ እንደዚሁ በአግባቡ ይፈጽሟታል። አንቀጹ ለባልና ሚስት ብቻ አልመጣም። ለምሳሌ እንዲሆናችሁ ነው ባልና ሚስት ነው ያነሳሁት እንጂ ማንም አማኝ የሆነችን ሴት አላህ ለሚያውቀው ማለት ነው በመንገድ ላይ አላህን ስታምጽ ወይ ስትዘናጋ ካያት ዳዕዋ ያደርግላታል። ወከዛሊከ ሴቶችም ምን ያደርጋሉ? በየሰፈሩ የተዘናጉ ወንዶች ካሉ አላህን ፍሩ እንጂ ይላሉ። ይሄ የአማኝ መገለጫ ባህሪው ነው፣ በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል። ኸይር ወቃለ ሱብሓነ
ترجع تقبوا جيتهم من ديهلا أدعوا تتعروا إلى سبيل ربك ودجيته من قد تتعرى أدعوا تتعروا إلى سبيل ود من قد ربك ودجيته من قد تتعرى بمن بالحكمة بتبب تتعرى حكمة مالت عند النجر أمي قبوا بوت علي ما سكمت مالت نبي صلى الله عليه وسلم يتقوط باتشو بوتاوش قال له إلو قال له ما قوطات أسفل لاغي سلوهن الزابوت علي نبي صلى الله عليه وسلم يلسلسو باتشو بوتاوش قال له إلو قال له ما لسلس بالزابوت علي أسفل لاغي سلوهن سلزي حكمة تباب مالت بمي قبوا بوت علي يعني مي قبا تقبار ما فتسم من يبالا حكمة وينم تباب يبالا سلزي عضعو تتعرى إلى سبيل ربك ورقيته منقد بالحكمة بتباب والموعدة الحسنة بملكام قصاصيم تتهرى بملكام قصاصيم بلسلس عندبتن سوتش اللبتن تفات لراساتشو بميقباتشو ملك أسر أسرداتشو أسوكاتشو من أينت كسرتو ستندالو يردوت كزاس الشيكالو فبها ونعمة أمبيكالوس أنت باقبابوس كفت سمكو درس تبابن تتكما الله بالو بلس الله سي منقد كذا بقوطة دموس يسفلق بقوطة اسكاد الرك درس فما عليك إلا البلاغ المبين بانت لايكو يلبهب قلت ما درس بيتشانا بيتشا بيهون انجي خير روا مسلمون إمام مسلم زقبوال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي سعيد الله ملكم سراتشون يدر الله شوننا الخضري قوساتشونو أن رسول الله يا الله ملك تنياكو صلى الله عليه وسلم يا الله صلاة النا سلام برساتشو ليهون قال اندهالو من رأى يتملك تسو منكم كنا انت وسط من منكرا مدفون نقر ياي يتملك تسو من يدرك فليغيره يستكاكلو تغيير مالت من مالتنو ما استكاكل مكأير فليغيره يكأير ويستكاكلو بيدي أكمو كالو بجو يستكاكلو مسالي بيتونو بيتوست تليبجين بتكفتبت إزا تليبجين لي دس ما يلنقر عيه ببيتو لي ما نمسو ما بتعلو يلو قالو يعني من يدرق يعني من يدرق ريموتون انستو يكأير عند أباته جنب بتأم هاي لين يسونهم بل استيوان دي هنا هم فيلم ينكو على بلو فيلم يجينو ريموتون زله بالتانسة منو استقباله كأباته جنب وده دبل تجابون وار ولا تاني استيب من تتكمله فإن لم يستطيع كال تشالس ريموتون مكمات أي شيء منا بيتون بهون فبلساني بملاسوجن لك إبراهيم عليه السلام يا أبتي أباته هو يندالوت نبي صلى الله عليه وسلم يا أمي أغوتي هوي اندالوت أنت من تلال بترى يا أبتي أباتي هوي لم دنو اللهن ما انفراو ياندن دوكو بايناتشن يا ينو نگر مزقب ليمت أبنال أهونكو يا يهي اللهو فيلم أندن يا وشتنو بدينم بدونيا ما تتكام باتم هولتن يا ونجلنو إباكهن تلال هولتار له إهين دعوة درقه اللت كالك أي روس فإن لم يستطيع كالكالكس فبقلبه بقلبه أباته يسرع اللون سرا تطلال له كزاس الزابوتا غا أبره كوش ولا كسوغا في المناتين مسس سبله ودي تيدال له ودي كفله قبته ودي جيتا تالك سال له الله خوي أباتين كزي كفونا غرال الله قوبله الناته من دزيو كوش بلا جاتواني يكامج بنواني يفلاج أوغار منامن يالج أهل مريت لي يرجج بتعنواني يا جسج درسوا لي مجن منام مثل كهنة للتاسكومات تمكر عليه كشالك ناتي هو إيه نجار عنشين وده تفاتنا مي مراش جبناون إنجلي لا نساونه تلات عليه أي بلا جب جبوس متجبع كهنة كوتش تدرج لاتنا وده دعوة تقتل عليه لمن بجه ماسكوم على شالك هو التانية ستيب جم من هنا بملاس دعوة تدرج لات عليه كزاس إيه ننمدمو على شالك على تقبل الجهم الناتها متسرى ونمسرى من تادر قال له بل بتتقل على كزاس الله من قال وإن جهاداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي وإن جهاداك أباتنا الناتة بيتاقلوا على بمن لي أن تشرك بي بني لي إن تتقرب بي هيدستي لا شخنا حسين كل أرد الله شونو عندي زهنا بل لامبسو لسيفوش أنقري عندي اندي لارقنو دورو قستهلينا كيتي ماي زهلينا تنجوتي زهلينا ترمقوي زهلينا لوميام تعلي تاك ألا النات اللي بعد أملك لتتكامون دونا من تدر قال له أنت فلا تطيعهما على الله إنك تتززوا الجوال لمن كان نسوا بلا إيمانه جيت هتشنه إن السن إن دنو داتش وإن دن تززوا الجو يززن ما نبرة الصورة صنو بس زيبو تاجن إنك تتززوا الجوال بني لي عمل صليفة سمونه لنا إنك تجارو الجوال أبرتش زي عمل صلي إنك تشاركوا له بنبيو حديثنا مؤمنان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة متازز كويلم ليل مخلوق فطور متازز يلم في معصية بميتامصبت الخالق فطاري الله بميتامصبت قدايكو فطور متازز بفصوم يلم مالو سلازي كزي قتلو دمو الله منال وصاحبهما في الدنيا بدنيا قدايكن اباتهنم اناتهنم معروفة بملكامو تاززاتشو دابو قسام تتابلاتشوال يجعت قل لناتم لاباتم ايسد يكيت ايما لناتم لاباتم ايسد باكيت ايما من دمي ساروبت متاكوهنا ميغو زقوزوت لجين اندهونا لبه اندميك وانا انت عقلهم كاوكو بيت سابو تشاكشنم بزي بشرك قوداي ان التباب براتشو سلزي امر بالمعروف نهياني المنكر بزي ملكنو من ميدرقو ميتقبرو مالتنو نبيو منالو فإن لم يستطع فبقلبي بجو ماسكوم كالشالة بملاسو ماسكوم كالشالة كزاس بلبو دمو يتلا فإن لم يستطع فبقلبي النزيه لتون ستيبوش كالشالة بلبو دمو يتلا الشي وذلك يهكو بلبو متلاتو أضعف الإيمان كما جمّر يوچو لتوچوغا كو سينز أتصر كهو لتوغا سينز أتصر من دنو دكاما إيمان نو إيمان يبلالتال 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 أكم كوسة للي اللونو عرلا الله نمو فتقو الله ما استطعتم أكم هاتشو بچالو ما تنفروينو عرلا أكم بلالي له قد يكوات التايق جن كنمان غا سينة تأثر بملاس كمان ناقرنا بأجي كماس قوم غا سينة تأثر النزان سلال چالة من تدرق اللت إهم فتسامة كبوتاوم لي تنستو هيدا كنزا أكوايا سيتاي إيمانوكو دكامانو روى الشيخان بخارينا مسلم بزقبوت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أهونم كأبي سعيد تيزو الله ملكا مسرح جون يولد الله جوننا أن النبي نبيكو صلى الله عليه وسلم قال يا الله سلاتنا سلام برسات جو ليهوننا اندهالو إياكم أستنقك أجوهاللو إياكم أستنقك أجوهاللو منن والجلوس مكمتن يتمكمتن بالطرقات من قد لا يندتك أمتوار زاري من عند ميبالو دد ماسجع ميبالا بابالال دد ميستا نقرنو لبسنو ميستا دد ماسجع قرنن من دنو سيبال عينيا فتا من لو بك أزا أج من لبات بوتا اللج من لما درقنو سيبال بك أمي الفونو اللي يعد ووش كولز عالي جنبرتش أهنو كويت دقيتش ملان يا جن سيتي يا ياتو ينام إن سو يا يهوي عرض موال بابسون هيو عون كأيبنا تشيل بسال منام بلو ببزات من قال لي ما كمت شرنا أرلم إيمانا تشين ميج أمره اسميك النسنا قر ميك النسنا قرنا منو متر تريلو هيو نبي صلى الله عليه وسلم تلاك وزين منالو إياكم أستنك كاتشو هلو والجلوس كما كمت بالطرقات من قد لي كما كمت أستنك كاتشو هلو لصحابوش فقالوا صحابوش قالوا يا رسول الله أنت الله ملك تنياهوي ما لنا من مجالسنا بدو من قد لي كما كمت لنك روتي لنم قدي ألن من كمت بات من قد لي قالوا نتحدث فيها إذا من نقاقروا قدي لك وشبلن دلالالي هوني شلال يهون ميسارو تسرال لنقد ينسو بهاجاني تكمتو تلب بلو كروت هيلن مالو نقدي الله ملك تنيا كالكلو صحابوش عينيا ميلونا شو
ያተፈጥሯቸውም አይደለም አይደል? ምክንያታቸውን ተቀሱ لابد قروت እኮ የለው መቀመጥ አለብን እዛ ጉዳይ አለን አሉ። فقال يا الله ملكتني عندي قالوا اذا ابيتم الا المجلس መቀመጥን እንጂ ሌላውንም ቢካላችሁ መቀመጥ ግዴታ ነው ካላችሁ እኮ فاعطوا سطو الطريق لمنجد حقه لمنجدو مبتون سطو تعالوا منجد راسو راسو انشلو من قالوا مبت قالوا قالوا نزي ود سوتش هونم طيقوا وما الحق الطريق دمو يمنجد مبتو مندنو قالوا يا رسول الله انت يا الله ملكتنيا هوي رسولوت ملكتنيا ان هي منجد حقو من اندهونا اناق ما ساوقون مكمطاتشن قد نو قال لمنجد رسو دمو حق قالبت قالوا የመንገዱን ሐቅ ነገሩን ምንችለው ከሆነ እንቀመጣለን ማንችለው ከሆነስ ካላህ ጋር መጣላት አንፈልግም እንተዋለን ነው እሺ قال ያላህ መልእክተኛ እንዲህ አሉ غض البصر عينن مسبر كونوا አሉ አየ መንገድ ላይ ቁጭ ማለት ካልቀረ ምን ማድረግ አይቻለም መመልከት አይቻለም غض البصر ሴት ልጅ ላለማየት አይንህን መስበር አለበት ይቻላል ይሄ አማራጭ ጽፍቶ ካልሆነ ለምሳሌ ባለ ሱቅ ነው እንበል ባለ ሱቅ አማራጭ የለው ሱቅ ቃል ይገዙ ሴቶች ይመጣሉ አይደል አቤት ምን ፈልገሽ ነው ይባላል አንድ ጊዜ ታያል አቤት ምን ፈልገሽ ነው ከዛ አይነን ወዲያው ታ ሰበር በቻልከው መጠን ትታገላለ ቀኑን ሙሉ ግን ቁጭ ብለ በቃ እንደዚህ ምትውል ከሆነ መስበሩ ይከብዳል አይከብድም መቼም እኛ የሰው ልጆች እኮ ደካማ ነን وجعلنا لكل شيء ሰበባ ለሁሉ ነገር ሰበብ አርገንለታል ወደ መጥፎ ምንቀየረው ምን ስንሆን ነው መጥፎ ቦታ ስንውል ነው አይደል እኛ የሰው ልጆች ደግሞ አንድ ቦታ ተቀምጠን አንዱ አስተልፍ አሁን ለምሳሌ ዛሬ በቃ ወንጀል ምናምን ጎንበስ ትላላ ከዛ እዛው ቁጭ ብለ ሸይጣን የመጨረሻ በቃ ስራውን ይሰራል እስቲ ድገማት እስቲ አንዴ ቀናበል በደንብ አይታታል ግን ምናምን ውስዋስ ስራው ምንድነው ውስዋስ ሸይጣን ምርቀው መቼ ነው አላህ ሲወሳ የሚመጣው መቼ ነው አላህ ሲረሳ መንገድ ላይ ቁጭ ተብሎ ዚክርና ቁርአን ነው የሚቀረው አይደለም ቡጬ አይደለ አይደል ቡጨቃ ሀሜት ምናምን ያለበት ነው አይደል መንገድ ላይ ከዛ መታልፈዋን ሰይት ደሞ ሸይጣን በደንብ አርጎ አሳምሮ ያመጣታል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ሰይት ልጅ ከቤቷ ስትወጣ ከፊቷም ከኋላዋም በሰይጣን ሱራ ተመሰላለች አሉ አንድ ሁለተኛ ሴት ልጅ ከቤቷ ስትወጣ ሸይጣን ያሳምራታል አሉ። ያለ ሜካፕ ያለ ምን በመውጣቷ ብቻ ሜካፕ ምናምን ስትጨምርበት ደሞ ሌላ ጉዳይ ነው። አላህ ይጠብቀን። غضل بصر የመጀመሪያው የመንገድ መብት ምንድነው? አይንን መስበር። وكف العذاب كف ማለት መቆጠብ። العذاب አስቸጋሪ ነገሮችን ማስወገድ። እሾሃት ታይም የሙዝልጣጫ ታይም ሰው ይጎዳል ምትለውን ነገር በጠቅላላ ምን ማድረግ ይተበቅብሃል? እያንዳንዱን ነገር ማስወገድ ይተበቅብሃል። ወረዱ ሰላም ሰው ባለፈ ቁጥር አሰላሙ አለይኩም ስትባል ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ فاذا ሁይቱም بتحيتي فحيوا باحسنها ሰላምታ ከቀረበላችሁ በበላጯ በእጥፏ መልሱ ተብሏል አይደል? በቃ ቁጭ ካልክ መንገድ ላይ ከመብቶ አንዱ ምንድነው ለዛ ሁሉ ሰው መልስ መስጠት እሺ والامر بالمعروف በመልካም ማዘዝ የተዘናጉ ሰዎችን ስታይ እባክህ እሳቸውን አንተ አሻግራቸው እሳቸው እኮ ደካማ ናቸው ቦታን ልቀቅላቸው እንደዚህ እንደዚህና የመሳሰሉትን والنهي مكلكل عن المنكر ከመጥፎ ነገርም ደሞ መከልከል ይሄ ሁሉ መብት አለው መንገድ ላይ ቁጭ ማለት ስንት መብት ተጠቀሰ ስንት መብት ተጠቀሰ? غض البصر አንድ አዛ ማስወገድ ሁለት ሰላምታ መመለስ ሶስት በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል ስንት አራት ባረከላሁ ፊኩም ቡኻሪ 2465ኛው ሐዲስ ላይ ሙስሊም 2121ኛው ሐዲስ ላይ ዘግበውታል የዚህ ኪታብ አዘጋጅ ምን አሉ አስአሉላህ አላህን ለምነው አለው በአስማኤ الحስና በተከበረው ስሙ وصفاته العلى በተላቀው ደሞ መገለጫው አይጅአለ እንዲያደርግልኝ هذا العمل ይቺን ስራ خالصا ጥርት ያለች لوجهه الكريم የተከበረው የሱን ፊት ፈልጌ የሰራሁት እንዲያደርግልኝ
አላህን ለምነዋለሁ وعيجعله اندي ادرغلين زخرا لي دلب اندي ادرغلين لني عنده ارسو الله زند يوم القيامه يقياما كن اتشين سرا ادلبو اندي امطالين فلغالو يوم لا ينفع بما يتقمبت كن مالون غنزب ولا بنون لجوچن بما يتقمبت كن الا من اتى الله الله ني تغناني سو سيقر بقلب سليم نصح لبيزو جيتاون يتغناني سو سيقر كما اسقاله سبحانه اهونم اندملمنو كله طراچا يتغباون جيتا اينفع به بزيج كتاب اندي تقملين طلاب العلم اوقت فلاغي هونوتن بزيج كتاب اندي تقملين انديهم الله نلمنو الله واخر دعوانا طرياچنن اكو منچرسو دعواچنن اكو منچرسو ان الحمد لله رب العالمين مسكانه كله بتقلالا لعلماتو جيتا لالله نو بلن نو وصلى الله وسلم يلا صلاه والسلام على نبينا بنبياتشن لاي محمد سماچو محمد بهونو وعلى اله ببيت سبوچاچوم لاي وصحبه بسحابوچاچوم لاي والتابعين بتابعيوچم لاي لهم انسون بتكتلو بإحسان ببقو إلى يوم الدين اسكك إعماك أندرس أن السنبة كالتلو تملي يهونا سلزي كتاباتشنا بالله فكاد جرسنا مالتنا سبحانك اللهم